طيب ما اعرف والله يا اخوانا ابدا كيف في الظروف دي، لانه انا يعني اللي عايز اقول انه الكلام في ايام الحرب يا اخوانا ما زي الكلام في اي وقت. يعني بجد بجد ما ينفع، ما ينفع انه اي زول سياسي ولا اي زول في الدنيا دي حتى لو ما عنده علاقة بالسياسة يقرر انه ينظر في 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 ظروف زي البلد فيها دي. انا حقيقة اتخذت قرار انه انا ما اتكلم، لانه بجد تاني بكرر الكلام في ايام الحرب الموضوع ده ما لعب، يعني ما لعب. فانا كنت متخذ قرار انه حرفيا انا ما اتكلم، عندي اكتبه في يعني الناس ما ناقصه انه يطلعوا. ما هو في النهايه احنا اللايفاتيه ديل ما منظراتيه، مش كده؟ عباره عن ناس بنطلع بنقول كلام اي فكرتنا الوعي وكده وبتاع، لكن المساله في النهايه تنظير، مش كده؟ التنظير ده ينفع في الحاجات السياسيه، لكن التنظير دي دي دي, دي مظروف الناس تطلع تنظر فيها. وفي ناس كتار جدا جدا يعني دمهم ده زي ما بيقولوا بيغلي، وفي ناس بتموت، يعني في ناس حرفيا بتموت، والبلد وصلت مستوى يعني احنا ما كنا بنتمنى انها تصل، كان نفسنا انها ما تصلوا. فما ينفع يعني الناس ما ناقصه، احنا كنا بننظر للناس في حاجات الناس بتتحمل يعني، فده ما موضوع يتحملوا فيه. فانا الخلاني والله اكون معاكم صريح يعني، وربنا ده شاهد، ما كنت عايز اطلع الناس ما ناقصه تشوف وشوش دي وتنظير ونقعد نتكلم وفي ناس يقول لك انتوا احنا في شنو وانتوا في شنو، ما كنت عايز دي يعني عشان الناس ما ناقصه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم ثاني بكرر، التنظير في السياسه ظن، ما ده رايك، لكن التنظير والناس بتموت في وضع زي الوضع بتاع السودان ده موضوع ما داير تنظير. الخلاني اطلع والله يا اخواننا بكل صراحه، لا هقول لكم الامانه ولا الواحد لازم يقول رايه ولا لا، ما الحاجات دول، لانه والله يا اخواننا بكل صراحه اتكلم معاكم بصراحه، وكلامي ده دار تعتبروه غرور، اعتبروه دار تعتبروه قله ادب، اعتبروه انا بصراحه يعني في ناس بسبب انا عملت اللايف ده بصراحه، لانه الكلام اللي انا عايز اقوله انا كنت ممكن اكتبه وقاعد اكتبه، وده كان قراري بجد يا اخواننا. الرساله اللي انا قلتها في اول اللايف دي، لانه في ناس ما قادرين يستوعبوها، ودي الكارثه اللي احنا عايشين فيها في السودان. انه ربنا مبتلينا معلش، يعني خلينا اقول بصراحه مبتلينا بمجموعه من الناس. يعني زي ما عندنا انصاف موهوبين وارباع موهوبين في الغنى، ارباع وانصاف موهوبين في 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 في, في الكوره، ربنا مبتلينا بمجموعه من الناس متسلقين على اكتافنا كويس، وبيجوا زي ما بقولوا الواحد فيهم داير يمارس الحاجه المعينه اللي هو اختارها، يعني الميكانيكي اللي ما بيعرف الدار يصير يبقى ميكانيكي على حسابنا، السواق اللي ما بيعرف يصير يسوق لنا، الزول اللي ما بيعرف يلعب كوره يصير يشتري الريد السمع يقولوا بس داير يلعب كوره، الزول اللي ما بيعرف يغني، والسودان ملام بالناس زي ديل، مليون زول ما بيعرف يغني، دي كارثتنا نحن. ده في الوسط السياسي في ناس زي ديل كويس، انصاف السياسيين واربع السياسيين والزيرو سياسيين اللي عايزين ينظروا في امور العامه وموضوع السياسه ده، لا زي الميكانيكا، الميكانيكا دي الميكانيكي الفاشل ده ما بوظ لك عربيتك، والسياسي الفاشل ده ما في النهايه عذرا اللاعب كوره الفاشل ده في النهايه لعب، لكن السياسي الفاشل ده بدمر بلد، السياسي اللي ما بيعرف يا اخواننا يا جماعه. قصه انه مجموعه من الناس تطلع تنظر وتتكلم في شيء هي ما قعدت تفهم فيه، اسمحوا لي للمره الاولى انا اقول الكلام ده وبكل غرور، الناس اللي بيتكلموا في اللايفات ديل اقسم بالله 90% منهم ما عندهم علاقه بالسياسه، ما عندكم اي علاقه بالسياسه، وده غرور وقله ادب واي شيء، كويس؟ السياسه دي ما لعب يا اخي، ما تقرفونا في راسنا، ده زول حياته ما مارس سياسه، ما تعلم السياسه الا بعد ما ظهر اللايف فيسبوك ده، قرر انه يجي ينضم للناس وداير شير كتير، وداير همه في الدنيا دي متعته، بحيث انه هو زول عظيم، لما يحضروا له ناس كتار اهتمام بيفتكر انه رسالته عظمه رسالته في انه بقى عنده مشاهدات كثيره. يا اخي يا جماعه السياسه دي والله احنا زمان خلافنا مع الانقاذ كنا بنقول لهم كلام واحد، يا كيزان السياسه دي ما وسيله لجمع المال ولا لتحقيق الرغبات ولا لتحقيق الذات، دار تلم قروش وترطب امشي افتح دكان في سوق ليبيا، دار تبقى مشهور ابقى فنان يا اخي، داير يشوفوك ناس كتار ابقى ممثل، شوف صفحة الفنانات والفنانين ديل فيهم متابعين أكثر من صفحاتنا بملايين المرات، مع انهم المحتوى اللي بيقدموه الغنى بس، مش كده؟ يا اخي داير انت داير مشاهدات، ما تقرف الشعب السوداني يا اخي، احنا ما ناقصين، ما تطلع تقول كلام لا انزل الله به من سلطان وانت عندك ملايين الناس ولا الاف ولا وتف الناس بيسمعوا لك، يا اخي الكلام ده مسؤولية، يا اخي في ناس في الدنيا دي ما قادرين يعرفوا انه الكلام انك تطلع تتكلم في السياسه دي مسؤوليه، انت لو ما بك انت يعني وامانه واخلاق كويس، امانه واخلاق، يعني ما ينفع اي زول يا اخواننا
اي زول كده بس شفته يجي يتعلم فينا السياسه، اي زول فينا كده شفته يعني يجي يفتح له لايف كده، اللايف المجان الملح ده ويفتح كده ويبدا ينضم ويطلع للناس فوق راسه ويجدنا يعني، ويقول كلام لا انزل الله به من السلطان، ويشبكنا انا عندي معلومات ومن جوا وكتمته. يا اخي ده كلام فارغ، يا اخي ده كلام فارغ يا اخواننا. المسؤوليه، المسؤوليه احنا والله بجد حقه نعمل يعني. ما ممكن يا اخواننا، زمان كان في موضوع سياسه، سياسه نظر البلد وصلت حته ما بيستحمل ثاني تنظير، ما بتعرف سياسه. انا زول بعرف سياسه، انا ده انا من حاجه بفتح اللايف ده واتكلم واقول الكلام، لانه انا زول شفت، انا زول بمارس سياسه مما كنت طالب في الثانوي، انا اتعلمت السياسه في اللايف فيسبوك. الناس زي انا ابغى اديكم الزيت، في زول انا مختلف معاه اختلاف كبير، عثمان زنون ده، لكن ده زول بيعرف سياسه في اللايفات فيسبوك ديل، بوشي وعثمان زنون بس، ما في زول ثاني. بوشي وعثمان زنون، عثمان زنون ده انا مختلف معاه سما وطن، لكن ده زول اتعلم السياسه من الثانوي، بيمارس السياسه، ما اتعلم السياسه في الفيسبوك. يا اخي مليون زول، انا والله ممكن اقول لكم هسه اسامي، وانا طول عمري ما زول خلافي ولا قاعد اقول كلام زي الليله، بس انا مغيوظ. مليون زول يا اخي قاعد ساكتين الفتره اللي فاتت كلها وبنضحك وبنمشي، اتعلموا السياسه دي كده في الرقاب الناس، ساعدونا بالشير، لانه انا عايز الكلام ده ماغصني، عايز الناس كلها تسمع الكلام ده، عشان ما اي زول يا اخواننا بيتسمع في اي وقت. في الايام العاديه اعتصام القياده، ما اعرف اقول حريه للتغيير ويخونوا، ما اسمع ما مشكله اسمع، لكن ما في اي وقت تسمع اي زول. الان الوقت حرج، في حاجات يا اخواننا مهمه جدا انك انت تسمعها من الناس اللي بيعرفوها، مهم انك تسمعها من الزول الزي ده، مهم انك ما تسمعها من اي زول طرطور، تسمع من الزول الزي ده. انا ايق غرور وقله ادب، واطلع وقول بوشك الادب طز. السودانيين ديل انا المفروض اللي امدي الزول الزي ده، الزول اللي بيعرف سياسه الزي، انا ما قصدي انا بوشي بس، الزي ده المفروض يتعامل له شير واللي يسمعوه ملايين الناس. اللي امدي تسمعوا الناس اللي بيفهموا في السياسه، ما تسمعوا الطراطير اللي بيكوركوا دايرين مشاهدات كثيره. يا اخي ده زمانكم ماس يا اخي، مغسطونا مغص، تطلعوا تقولوا لكم في كلامات فارغه، ما بتعرفوا سياسه. انا ما اقدر اخونكم، انتوا ما كعبين، ما بتعرفوا يا اخي. بس الفكره بكل بساطه، انتوا ناس كويسين ووطنيين، بس انت ما بتعرف، لو بتعرف ما بتطلع تقول كلام فارغ. الحاصل في السودان ده الغاشي عليه الطلاق بالثلاثة، المساله ما محتاجه لا زول سياسي ذاته شفت زيانه ده يا اخي، والله العظيم ثلاثه. لو اصلا ده لو الباغه دي، شفت الباغه دي اللي بعد بشرب بيها المويه دي، دي مع الخبره كده ومع النظم الكتير كان عرفت يا اخي انه الحاصل في السودان ده صراع معروف ملامحه. ما في زول واعي في الحاصل في السودان ده كويس ممكن يجي يدعم طرف ولا يأجي ده. اذا افترضنا انه الكلام اللي حقوله انا ده ما في اخلاقيا يا اخي، انت ما بتأجي يا اخي، ده حارب موت. ايه اللي بدعم يا اخي؟ حتى لو الدعم السريع كعب، ما بدعم الجيش بالطريقه دي انه بأجج والمديد الحاره. حتى لو الجيش كعب ما بدعم الدعم السريع يا اخي. انا في النهايه مبدئيا اخلاق اي انسان سوي انك تقول لا للحرب، لا للحرب مهما كانت، لانه انت لو بتفهم سياسه بتعرف انه احنا ما حمل حرب، احنا في ظروف زي الزفت، احنا شعبنا مشرد يا اخي. انا قاعد في مصر دي قلت لكم 100 مره، في 5 مليون سوداني هنا، في ناس بيلموا حق الباص هنا، احنا طول عمرنا مصر دي احنا جيران ليها، لينا اكثر من الاف السنين. المصريين دول عمرهم ما احتكوا بالسودانيين وما حقروا بينا الا الفتره اللي فاتت، لانه كلنا جينا. المصريين دول طول عمرهم بالنسبه لنا احنا حاجه غامضه، لانه طبيعه الانسان المصري ما بيحب يتدخل في حاجه ما بتخصه، بكون داري يعرف حاجاته بس. احنا بكثرتنا، بكثره النوعيه الناس الجو، بكثره انه نقلنا حياتنا كلها هنا، بيقول المصريين عرفوا لغتنا. عمرهم المصريين دول ما يفهموا كلام السوداني، لانه طبيعه المصري قلت لك ما بركز، ما بكون داري يعرف حاجه ما بتخصه. احنا بكثره وجودنا بكثره عرفونا. ده بيعني شنو الكلام ده؟ بيعني انه احنا يا جماعه شعب مشرد، احنا فينا مكفينا ما ناقصه، احنا قاعدين هنا بالاف وفي دول كثيره جدا جدا، احنا النزوح قبل الحرب شفناه ما ناقصين. ما في زول عنده اخلاق مبدئيا بيدعم ولا بيأجج له حرب مهما كانت هذه الحرب. ان شاء الله شفت لو حميت ده شيطان، اذا البرهان ده شيطان بيقرون، مبدئيا بنقول لا للحرب، دي اول خطوه. اذا انت مش بتعرف سياسه، لو انت بتعرف اخلاق ما بتطلع تأجج لك حرب اصلا. طيب انا بالنسبه لي الناس اللي بيأججوا الحرب ده بنقسمه لاثنين، انا كلامي ده كله مع قسم واحد مع الناس اللي انا بفترض انهم ما عارفين. اما في قسم ده عنده مصلحه، ديل اصلا انا عامل اللايف عشان اتكلم عنهم، انا كزول بعرف سياسه دايرك تسمعني عشان انا داير اقول لهم اللي هم الكيزان. اما القسم الاول انا داير اقول لكم ارحموا دماغنا، هم الناس الدراويش الدارين ينضموا ساي وما فاهمين. ديل انتوا يا الدراويش بقول لكم انتوا ما فاهمين شيء، انتوا قاعدين تدعموا في الحرب لانكم اغبياء، فانا داير اقول لكم ابوس يدكم بطلوا.
اما الكيزان ما حقول لهم بطلوا لانه الكيزان ما اغبياء عارفين هم اججوا الحرب دي قاصدين لانه هم دايرين يدوروا الحرب. شفتوا فاهمين فكره النكته زمان كان بيحكيها لي جدي بتاعت الاثنين المشوا قهوه عشان يشربوا لهم شاي, مشوا قهوه عشان يشربوا شاي, بعد ما شربوا الشاي كل ذول بيسال الثاني يدفع, طلعوا الاثنين ما عندهم قروش, قالوا له حلنا حاجه واحده بس عشان احنا نتخارج من الدفع ده. قال ليش؟ قال لي بس نفذ كلامي, انا بقوم بضربك نتضارب, ضربوا كراسي تطير, بعد شويه الدد الكرسي بتاعه ضرب ده الدقام ضرب ده جوا القصه القهوه دي الكراسي طايره فوق وتضرب بنيه بقى ما معروف منهم شاكل منه انسحبوا بالراحه. دي الظروف اللي بيمارسوا فيها الانتهازيين هوايتهم الكيزان, اججوا الحرب عشان يقدروا يسرقوك, عشان يقدروا يسرقوا ثورتك, عشان يرجعوا للسلطه تاني. ما في زول بيعرف ذرة سياسة ما بكون ناقش الكلام ده يا غبي, ما في زول في الدنيا بيعرف سياسة دار ينضم للناس ما بكون عارف الحاجة دي. تجي تقول كذا عشان عليك كذا ما مهمين على ما أقول لك البرهان ده عدو بالنسبة لنا زيه زي حميتي, حميتي والبرهان بالنسبة لي الاثنين مجرمين. أقول لك الحرب في السودان دي لا ناقة لنا فيها ولا جمل. نمرة واحد ما عندنا مصلحة في إنه يكون في حرب, ده نمرة اثنين إنه نمرة اثنين الحرب الحاصلة في السودان دي نحن ما عندنا فيها مصلحة. الحرب دي أي نتيجة لها أن إحنا خسرانين أمرين أحلاهما مروا. لو انتصرت حميتي, لو انتصر بكرة حميتي في المعركة دي الناس الداعمين حميتي, ما في دراويش برضو داعمين حميتي, في دراويش متخيلين في انتصار حميتي حينتصر مثلا للعملية السياسية ومصدقين كلامه الفارغ بتاع انه ممكن يدعم الدولة المدنية الديمقراطية. مجرم زي حميتي منتظر انه يدعم الدولة المدنية الديمقراطية لان نديكم الزيت يعني ما هو الدروشة في كل الاتجاهات, في دراويش بيه هنا وفي دراويش بيه هنا, ده قدرنا يعني, قدرنا انه احنا شعبنا ده مسكين اي زول دار يتعلم فيه, يتعلموا فينا السياسه, يتعلموا فينا الكوره, يتعلموا فينا الغنى, يتعلموا فينا الحلاقه, قالوا يتعلم الحلاقه على راس اليتامى. انا ما اعرف احنا كلنا يتامى ولا شنو, قرفنا منكم يا اخي من نوعيه الناس اللي دار يتعلموا فينا. قلنا لكم كلام واضح, اذا افترضنا انه حميتي انتصر في المعركه دي احنا خسرانين خساره كبيره لانه ده زول انتهاز, ده زول همه السلطه. تفتكر لو أسي انتصر وبقى ما في موازنة له هو بقى الأول حيسلمكم السلطة يا مدنيين؟ بكرة بقول لكم طز, تخيل إنه حاكمك زول زي حميتو أسرة آل دقلو اللي هم ما عندهم موازع لأخلاق, اللي مستحلين أي شيء, الناس اللي بيمشوا بتاجروا في الحرب عشان يلموا قروش, الناس اللي بيمشوا بيشتغلوا مرتزق عشان يجيبوا قروش, زول زي ده لو حكمك زول ما عنده وازع ما عنده سقف أخلاقي داير قروش وسلطة بس أي شيء غلط ممكن يعمله, ده لو انتصر حميتي. أما لو انتصر البرهان نفس السيناريو بشكل تاني أسوأ أو ما معروف الأسوأ ياتو, انتصر البرهان, البرهان والحركة الإسلامية عينك عينك انتصر بجاي حيجيب عليه كرتي يعينوا لك وزير رجوع الكيزان للسلطة. تقادر تفهم الكيزان 30 سنة حاك منك, انت عارف يعني شنو كيزان جايين كمان راجعين للسلطة وبشغف, ناس وصلوا مرحلة انه يتاجروا في الدم يعملوا المديدة الحارة لحرب حيموتوا فيها سودانيين أبرياء عشان هم يرجعوا السلطة. زول بيتصرف تصرف زي ده انت متوقع لما يجي راجع لك حيكون كيف يعني؟ الكيزان انا ما محتاج انبهك ليهم هم بيعملوا في شنو ولا عملوا شنو ولا عدم الاخلاق ولا اللامبالاه ولا الميكافيليه اللي عندهم, نظريه الغايه تبرر الوسيله, اي وسيله الغايه سلطه, الوسيله اي حاجه, ان شاء الله يقتلوا مليون في السودان 10 مليون. عمر البشير قبل كده قال اقتلوا تلت الشعب, قال داير فتوى عنده فتوى قال كده, ما عندهم ما في الوسيله انه يفضل الغايه يفضل في السلطه, الوسيله يستخدم اي حاجه. ديل الكيزان اللي داير لو رجعوا السلطه متوقع انه ممكن يحصل شنو, دي المعادله اللي انت هسه حاليا بجهلك شابكنا والله دي قوات الشعب المسلح. يا اخي يا اخي انا فاهم, انا زول بحب الجيش, انا زول غصبا عنك وطني وبحب بلدي وضد الجنجويد من طول عمرنا. انا وقت ما قلت لا للجنجويد انت كنت ذاتك اتعلمت اللي اتعلمت السياسه في الفيسبوك ده, هل بقيت تتكلم في السياسه في الفيسبوك ولا اللي اتعلمت السياسه وبقيت تنضم وتفتح خشمك ده بعد يوم 6 ابريل ده؟ انت ما بتعرفني ما بتعرفنا, نحن 30 سنه من سنه 97 وانا عمري 14 سنه قاعد اقول الكلام ده. انا لما اسس الجنجويد ما عرفوا تاسس سنه كم, انا عرضت الجنجويد لما اسسوه من 2006 كنت طالب في الجامعه بنطلع بنقول في ركن النقاش المجرمين الجنجويد من زمن موسى هلال, ما بتعرفون اكثر مننا, ما بتعرفون ما تجوا في تمارسوا السخف على السودانيين يا اخي, خلوا الحاجات رؤيه تبقى واضحه للسودان عشان الشعب السوداني يعرف يختار صح.
المعركة الحاصلة في السودان دي احنا ما عندنا فيها لا ناقة ولا جمل، دي معركة ما بين اثنين انتهازيين، كل ذول عنده أطماعه، كل ذول عشان مصالحه أنانيت. واحد أبوه حلم إنه يبقى رئيس عشان يبقى رئيس بكاتل، لأنه الرئيسين قالوا ما بيعدوا مركب، عملوا هما الاثنين اتفاق عشان يعملوا انقلاب ضد الثورة السودانية في 25 أكتوبر. وأي ذول بيعرف سياسة، أنا واحد منهم، قلت قبل كده مليون مرة إنه المعركة بين الجيش والدعم السريع دي جاية، أو المعركة بين حميتي المستغل أهله مستغل قبيلته عامل جيش باسم قبيلته ميليشيا، وما بين برهان المستغل للأسف قوات الشعب المسلحة وقاعد على سدده عشان يحقق مصالحه والقصة جابت لها كيزان، لما حس إنه الكيزان بغشوه زي ما غش عمر البشير زمان بنفس نظرية اذهب للسجن حبيسا لأماد دي ملوث، اذهب للسجن رئيسا وسنذهب للسجن حبيسا. الأيام بتعيد نفسها. أسي الليلة في فيديو مسرب ما بين اجتماع مصغر كده بين حميتي بين البرهان وبين علي كرتي، علي كرتي اللي أمد قايم بنفس دور التراب اللي قاموا لعمر البشير سنة 89، يا أخي اسمعوا مننا، نحن بنعرف سياسة، ما تقعدوا تدوا أعضاءكم للدراويش وما تقعدوا تاخذوا المواقف الغلط، أخذوا المواقف الصح، أخذوا المواقف الصح يا ناس. السودان بيتحرك، حرب يا جماعة، ده ما مجرد خلاف وقبضوا دخلوا ذول المعتقل، إحنا ناس قوة سلمية كانوا قدر ما يقبضونا ويكترونا، ما بنرفع سلاح، ما في زول بيرفع سلاح ضد زول، بنخش المعتقل ونطلع وبننتصر بسلميتنا، لكن الحرب دي كنا بنخاف منها، حرب رصاص يعني موت مدنيين، يعني الطلقه نفس اللي انا قلته اللي بتطلع دي ما بتقتل الزول العسكري اللي هناك بس بتقتل في طريقه 100 زول، شوف كم بيت الليله وقعت فيه ودانا، الطيارات الروسيه الما دقيقه دي لما تطلع يطلع زول ما مسؤول زي البرهان مجرم يدي تعليمات انه يضربوا بطيارات روسيه ما عندها دقه، الطيارات الروسيه دي في الخلا في دارفور كان دار يضربوا لهم متحرك بتاع واحده من الحركات بيحرقوا قريه كامله، يجي يضربوا بها في مدينه مكتظه بالسكان زي الخرطوم، شوفوا كم بيت الليله انضربوا وكم اسره اتكسرت وكم طلقه جات داخله. انا ضربت لاهلي كلهم قلت لهم ما يزول بيته زنك ما يبيت في بيته الليله، ما يبيت لانه الطلقه من مسافه طويله ممكن تجد جدا زنك تكون راكب في سرك تقتلك. احنا وصلنا مرحله زي دي الموضوع ما بيستحمل تنظير، ما بيستحمل انك تقول للناس كلام غلط ياخذوا الموقف الغلط، ما بيتحمل. السودانيين الان ما ينفع انهم يدعموا طرف دون الاخر لانه الطرفين دول ما عندهم مصلحه، دول مجرمين. ده بتحب الجيش بتدعم الجيش، اي ما في مقارنه بالنسبه لنا بين الجيش كمؤسسه وبين الدعم السريع، مع انه حتى الدعم السريع كمؤسسه كبني ادمين والله حميت ده مستغلهم ساي، لكن الجيش بالنسبه لنا مؤسسه وطنيه. افهموا كلامنا ده كويس وفسروا زي ما انا بقوله، ما تمشي تفسروا في راسك بالتفسير حيقولوا الكذاب نفسه في حيقول بوش حرامي ومجرم وقليل ادب. طبيعي انا الكذاب لما يشتموني ده بالنسبه لي انديكيتر جيد انه انا صح، زي ما بقول واحد صاحبنا شوف الكذاب ده مشى لوين، انت دائما امشي عكسهم، دائما انت امشي عكسهم اصلا ما تمشي معاهم. انا بالنسبه لي الكيزان قدر ما ينتقدوني قدر ما بتاكد ان انا صح، مؤشر جيد. فانت ما تمشي تدي اضانك للكيزان بدون ما تشغل مخك، اديهم اضانك يقول لك بوشي ده عميل وقاعد ما عارف، اسمع ما في مشكله، لكن كلامي ده حتلقى منطقي لو شغلت مخك، حيسقط كلامه الفارغ الما منطقي. انا ما داير اكثر من كده، داير مخك بطل كسل، بطل انك تكون داير الكلام يجيك جاهز تكون قاعد كده والله فلان انا اشوف فلان قال شنو عشان نسوي زيه، لا نشوف بوش كلام بوش. حتى كلامي ذاته لو ما دخلته في مخك وضربتها صح ما تسمع الكلام ساي. شوف الدراويش، شوف التعليقات بتاعت الكيزان اقراها وشوف كلامي، تعليقات غبيه وانا بقول في كلام منطق ما برد علي بالمنطق، ده بياكد انه كلامي صح، بياكد انه كلامي صح. الجيش كمؤسسه نحن نحترمه ونثق فيها، ده جيش البلد اللي احنا دارين نبنيه، لكن احنا كلامنا واضح واحد، المعركة دي ما معركة الجيش، ما معركة الوطن عشان يتفضلها الجيش، الجيش مفروض يحمي الوطن، المعركة دي ما معركة الوطن، لو كانت معركة الوطن الدعم السريع ده أسسه منو؟ أجابه منو؟ الفضلوا على الجيش منو؟ الأدى امتيازات لعساكر الجيش، عساكر الدعم السريع دونا عن عساكر الجيش، اللي كان بدي قروش أكثر لعساكر الدعم السريع وعسكر الجيش بوته مقطع وكاكيه ومشرط منو؟ اللي كان لما نقول أدمجوا الدعم السريع ده في الجيش دي ماليشيا بقول لنا دي واحدة من قوات الجيش تابعة لأمر الجيش منو؟ الليله لما المصالح تتعارض يجي يقول لك استنفار الجيش طوالد باريه، انت غبي. البرهان بيقول لك الليله والاستنفار والقوات المسلحه ده بيستغل في الجيش تباريه، ما امبارح ما كان بيقول كده ليه؟ انت مخك ده وين؟ والكيزان بيكور كل ليله ده انت ما بتشغل مخك ليه بيعملوا كده؟ الكيزان ده ليه ما يكوركوا لحميت اللي هم صنعوه واللي هم جابوه؟ انت ما بتشغل مخك ليه؟ ليه بكوركوا للبرهان؟
ما لانه حميدتي كويس اوعك تفهمني غلط، ما الكيزان ما ضد حميدتي لانه حميدتي كويس ولطيف، لا 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 لا، تعارض مصالح، حميدتي بعارض الكيزان وجيتهم بكل قوه ليه؟ لانه كويس ووطني بكره الكيزان، لا 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 لا، كيزان بالنسبه له شكله خطر على حياته، حسابات بتاعت سياسه. عشان كده بقول ليك اسمع الشفوت، ما تسمع الدراويش، اسمع اللي بيعرفوا، ما تسمع الطراطير، بكل بساطه حسابات. انا بقدر اقول لك زول درويش بيقول لك والله لخبطه لك زي ما الطير، زي ما الطير، ما قاعدين نسمع منهم امبارح في اللايفات اتمغصت هسه انا جايكم انا ممغوص كده الساعه 1 صباحا غلبني انوم ما كنت قادر اتكلم. بيجينا نسمع في الدراويش يا اخي مالينا الاسافير، اي زول اللي قال له نت مجاني قاعد لف دوله النت فيه مجان ما تخلونا نتلفظ يا اخي، يا اخي دي بلد بتضيع ناس بتموت، الموضوع وصل مرحله دي حرب اهليه ممكن ما تنتهي ذاته، ممكن ما احنا جيلنا ده والجيل اللي ورانا ممكن ما يلقوا وطن، الموضوع ما لعب ما لعب يا اخواننا. انا فكرتي واضحه، المعركه دي احنا ما عندنا فيها لا ناقه ولا جمل، الجيش السوداني ده فوق راسنا، احنا مشكلتنا مع قياده الجيش نقطه صدر جديد، الجيش ده قيادته كيزان دارين من بكل بساطه. لما بنقول الصباح ده انقلاب بتاع كيزان في ناس احنا في شنو انت في شنو انت غبي، ده لب الموضوع، انت غبي ده لب الموضوع، ده شغل بتاع الكيزان بيأججوا في الحرب دي. وانا اديك معلومه خطيره، اديك معلومه خطيره، اول طلقه اللي ضربوها دي اول طلقه انضربت ضربوها الكيزان، كيزان مخترقين الدعم السريع ومخترقين الجيش. المعركه دي امبارح بالليل ناس الكومناوي ده قاعدين مع 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 مع, مع البرهان للصباح للساعه 1 صباحا، وما عنده والبرهان ما كان داير الحرب دي لانه ذاته ما في زول في الدنيا دي حيستفيد منها بشكل كبير، ما كان داير تدور، كان داير تبقى ارهاصات. وقعدوا مع حميدتي المفروض يقعدوا معاه الصباح يتكلموا معاه بالتليفون، هو ما عنده مشكله موافق، ديل الاثنين موافقين يقعدوا اجتماع كان الليله، كيزان عارفين الاجتماع الليله، مشوا قصدهم امبارح الصباح مشوا اول ليله الصباح مشوا عشان يقطعوا الطريق قدام الاجتماع ده وما يحصل اتفاق. عملوا القصه بتاعت زي فكره انه شنو ما كان عندنا زول صاحبنا اسمه مهند حسن فرح شوربجي ربنا يتراه بالخير ايام جامعه النيلين، كان لما يكون في واحد من السناير زمان لما احنا بنعمل مثلا او في ثانيه يكون واحد من السناير احنا مغيوظين منه عمل حركه غيازه واحنا ما طبعا ضعاف صغار نكون دايرين نمشي ندقه معانا مثلا عذرا احنا مثلا يعني فينا كم زول حجمه كويس دايرين ندق الزول ده نتلم فيه وندقه مثلا زمان ايام الجهل يعني بنقوم قلنا لو مشينا دار نفتعل معاه مشكله للسينير ده ما حيشاكلنا حيشوفنا كتار بنقوم نتدسن احنا نرسل له مهند لانه ضعيف وصغير يمشي عشان يحقر بيه واحنا بعد ذاك نجي نظهر. عرفتوا اللعبه دي بنفس الطريقه دي بنفس الطريقه دي الليله في ناس عملوا كده رسلوا زول ضعيف عمل افتعل المشكله والله انت مالك يا زول ممكن ذاته يكون الزول اتضرب من هنا اول طلقه واللي هناك يكون اصلا الاثنين كيزان والمبارح كانوا مجتمعين ومتفقين يعملوا الحاجه اصلا ممكن يكون كده هسي جو ضربوا الطلقتين ديل والقصه دورت والقصه دورت وفي النهايه ما بتقيس ثاني لانه زي ما القصة بتاعتنا لما احنا نبدا نضارب ذاك اصحابه حيجي يضاربوا ما حيسالوا ذاته صاحبه المتلمين عليه وناس بعد شوية احنا اصحابنا حيجي يضاربوا بعد شوية الكلية كلها ممكن تكون بتضارب والسبب الاساسي للمعركة تافه زي ما انا قلت لكم ده اصلا معركة في غير محترق مثلا ده الشغل اللي اشتغلوه الكيزان الجيش ده جيش السودان وجيش الوطن لما يبقى عنده قيادة احنا نعمل على احنا مشكلتنا مع حميدتي مع البرهان مشكلتنا مع البرهان في قياده الجيش ومشكلتنا مع حميدتي وجنجويد وديل كلهم كويس احنا الاثنين ديل ما بشكلوا لنا اضافه ما الحرب دي ما عشان الشعب السوداني ولا عشان خاطر عيونك عشان ما تكذب على نفسك ما عشان الوطن عشان تقول لي والله الدمج وداع مليشيا دي من زمان هي مليشيا ليه نختار الوقت ده عشان يتعارض له معاه عشان ده داير يبقى ريس زيه عشان ده داير السلطه زيه داير يقصيه عشان يستفرد بالسلطه والمصيبه انه الكيزان غشينه البرهان زي ما غش عمر البشير قالوا له احنا السلطه دي بنجي بس نشتغل معاك انت تبقى فوق البشير ذاته الترابي قال له انت تبقى فوق وبعد ده جا داري يحفر له في اربع رمضان فما معروف بعد ذاك انت حتقدر تبقى زي البشير تدخلهم السجن بعد ما دارين ينقلبوا عليك ولا حيقلبوك في النهايه الكيزان ديل ما في زول بيحكم معاهم كيزان ديل ما مقتنعين بانه في زول في الدنيا دي خليفه في الواطه غيرهم هم بيفتكروا انه هم المفروض يحكموا الى الابد حييجوا يركبوا على طريق على بظهرك ده وبعد ذاك حيدوسوك بكرعينهم في راسك زي ما عملوا لناس كتار فيا برهان انت ما ناقش الكلام ده احنا ما دارينك تنقشه ما دارنا نصلحك احنا دارنا تمشي الى مزبله التاريخ لانك في نظرنا مجرم زيك وزي حميدتي
وكل دول فيكم أسوأ من الثاني، وحماية تبا بالنسبة لنا مجرم المجرم، حماية تبا بالنسبة لنا لا يمكن أن آمنه، فخطورة أنا والله ما قادر أنوم، أنا امبارح بالليل مساهر ما نمت الليلة، ليه؟ لأنه شايل هم بضرب السيناريوهات، يعني إذا حميتي انتصر، إحنا يحكمنا حميتي، أنا عارف يعني شنو حميتي وآل دقل وانتهازيته، إنه السودان انتهى، خلي الجهل، الأخ عدم الأخلاق. إذا حكمنا البرهان يعني جهدنا ضاع سيجي بكرة على كرت والحركة الإسلامية تحكمنا بصلف وإجرام، أنا المعادلة شايفة كده، أنت ما قادر تشوفها كده يا أخي. أخيرا ملخص كلامي، الناس توعى، الناس توعى، ساعدوني بالشير بالفيديو ده في كل السودان، خلوا الكلام المفروض يسمع مش قاعد تشيروا للدراويش اللي ما بيعرفوا، شيروا لنا، خلوا كلامنا ده إحنا بنعرف، خلوا كلامنا يمشي للناس البسطة المساكين اللي قاعدين يملوا لهم راسهم ونافوخهم ده بكلام فارغ. ساعدونا بأكبر كمية من الشر، خلوا السودانيين يسمعوا الكلام بتاع الناس، الكلام المنطقي بتاع السياسة، الكلام عشان ياخدوا الموقف الصح. انت ما تدعم زول في المعركة دي، ما تدعم، انت دي معركة ما عندك شغلة بيها، انت لو فاز البرهان حيجوك الكيزان حيطلعوا عينك، ما تتغش، يشبكوك الوطن، والوطن ده الجيش ده حقنا لما تبقى قيادته مسؤولة، الجيش ده لما قيادته لما ما تبقى زي كباش والبرهان المجرمين القتل الكيزان ده، الكيزان ديل ما عندهم اخلاق، وزي منو كده الحسين رئيس الاركان، ديل ناس ما ديل ناس ما وطنيين، الجيش ده فيه الاف الضباط الوطنيين، الجيش ده فيه احسن ناس في السودان، فيه الاف الجنود الوطنيين، وانت في دول حيقول لي طب بس ما قاعدين يكاتلوا، انت جاي لسه 90% منهم ما عارف الكلام اللي بقوله، لكن ديل قبل كده شرحت لك عندهم تراتيبيه، عندهم قياده موجوده، ما بيقدروا يخالفوا تعليمات اخلاقيا كده، دي تراتيبيه الجيش، بيقولوا ما داري الواحد فيهم ما داري يسن سنة زي دي في الجيش تتكتب له في تاريخه انه يوم من الايام خالف تعليمات ولا طلع من التراتيبية العسكرية. ده دورنا احنا، ديل احنا نضغط، ده دور الشارع بعد ما نضمن انه الحرب دي توقفت. كلنا يا اخواننا مع الهاشتاج بتاع لا للحرب، لا للحرب، مع الهاشتاج بتاع اي كوز ندوس ودوس، عشان الشعب يعرف انه اللي بيأجج في الحرب ده هم الكيزان، عشان الشعب يكون فاهم انه في اي لايف في اي بوست في اي حته اللي بيقعد يقول ايوه واضرب وكتل، ده الكيزان ده اللي عنده مصلحه، ده اللي عايز داير البرهان ينتصر ويزيح لهم حميتي، عشان حميتي بشكل عليهم خطر، لانه عارفين انه حميتي بالنسبه لهم بشكل خطر، والبرهان عايز يجيبهم ثاني بيدعموا القصه دي. اذا كان العكس مش هسي بقوله دي مليشة، والله لو كان حميتي معاهم ظابط كانوا يكونوا هسي داعمين حميتي، دي الناس مكفلين، لأن الزول اللي بيعودوا هسي بكره حميتي لو ضرب تلفون اللي علي كرتي قال لي تدعمني احنا انا بجيبك وبنرجع الحركة الإسلام نرفع الحظر عنك، ومقسم بالله بكره الخطاب يتغير، هؤلاء الذين يدعمون الإسلام البرهان كافر، بكره يطلعوا لك الأئمة بتاعينهم في المساجد كلها يقولوا لكم دي الناس لا أخلاق لهم، ما عندهم أخلاق ولا عندهم دين، احنا بنعرفهم أكثر منكم. ما دار طيل كل يوم حامل لايف، في اليوم 3 لايفات عشان ذاته نشوف يا اخي، بدل ما الناس تقعد تملى لنا يا اخي كنا دايرين نسكت كلنا يا اخي، يا اخي انا اللي بعرف داير اسكت، انت ما بتعرف دار تقعد تنضم وتنضم وتنضم وكده يا اخي، تحشو الناس بكلام ما حيستفيدوا منه في ظروف زي ظروف الزباله الناس فيها دي، يا اخي انا ما غصتونا ما غصنا خلاص، ما عندي كلام اكثر من كده، لكن بس امانه في رقبتك الفيديو ده يتعامل له شير، داير اي زول في السودان يسمع الكلام، واقرا التعليقات بتاعت الكيزان دي عشان تعرف انه انا صح ولا غلط، عليك الله خش اقرا التعليقات بتاعت الكيزان في اللايف وشوف عدم موضوعيتها لهي الدرجه، لو لقيت واحد بيناقش كلامي ده انا كلام الموضوع المرتب اللي بقوله ده لو لقيت واحد بيناقشه بالمنطق اعرف انه يمكن قول يمكن يكون كلامه صح، لكن عشان تتاكد ان كلامي صح خش شوف نوعيه الردود اللي بيقولها الكيزان، شوف السخف والسفه اللي بيقولوا فيه الكيزان عشان تعرف انه ديل فعلا مصلحتهم شنو في تاجيج الحرب دي، عشان تفهم اللعبه. ما عندي كلام ثاني اقوله، ربنا يحمي بلدنا وشعبنا وقفتنا الصلبة، كلنا نبقى في خندق واحد حنقدر نهزم الحرب دي، غير كده ما حنقدر، الحرب دي ما عندها نهاية، شفتوا البلدان حوالينا تدولت فيها حرب، الحرب دي ما بتقيف إلا بوعي الشعوب، لو إحنا ما وصلنا الوعي ده لكل الشعب السوداني إنه الحرب دي مهما كان الأطراف فيها واحد شيطان واحد ملاك برضو ما دارينا المعالجة عن طريق البندقية، لو الثقافة دي ما رسخت وساهمنا في انه الرسخة في عقول الشعب السوداني، لو ما اقنعنا اي سوداني مهما كان شايف البرهان صح ولا شايف حميدتي صح، مهما كان شايف البرهان صح، لو ما اي سوداني حتى لو شايف البرهان صح ما يقتنع بانه صح، لكن لو انت سلمي احنا معاك، صح اشتغل سياسة احنا معاك، صح لكن بالبندقية احنا ما معاك، لو ما اي سوداني اقتنع بالفكرة دي مهما كان الطرف الثاني ده مجرم، فكرة الضرب بالبندقية دي لو ما اقتنعنا انها هي ما حل
ما حنقدر نبقى شعب عندنا تاريخ ولا حنبقى شعب نقدر نبني حضارة لو ما كلنا ساهمنا في نشر الوعي ده. ما حنبقى ناس. اي زول بيساهم في تأجيج الحرب اعرف انه ده ما حريص على الوطن. وروني بلد في العالم بحرب اتأسست وبقت كويسة عشان ما يكذبوا عليكم الكيزان. كيزان ديل ما بهمهم يموتوا كم زول، بهمهم بس يرجعوا للسلطة ويعرسوا مسنا وثلاث ورباع، ما بهمهم غير كده. لو في زول بهمه غير كده بيخاف على أهله وبيخاف. أنا وحياة قولت لا إله إلا الله، والله أنا ما قدرت أنوم لأنه شايل هم بسمع زول ناس مدنيين بيموتوا. يا أخي شعب، يا أخي بلدنا ما بتستحق، إحنا ما بنستحق اللي بيحصل لنا ده، ما بنستحق يا أخي. يا اخي احنا طموحنا كبير، احنا صبرنا 30 سنه دايرين نبني وطن، دايرين نبني وطن. ما يعني احنا 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 بنحب بلدنا، بلدنا ما بتتبني بالحرب. ما في زول بيحب البلد يفكر وبيدعم حرب. ما في بلد بتتبني بحرب، ما في بلد اتبنت بحرب وبيموت. الموت يعني دمار. دي الناس ما عندهم اخلاق، ما بيهمهم، ما عندهم احساس ب ما بعرفين يعني وطن، قيمه الوطن ما مؤمنين بها في فكرهم، ما مؤمنين بالحدود، ما مؤمنين بقيمه الوطن. ده فكر شيطاني. ما في زور جوا قلبه احساس بالمسؤوليه تجاه بلده تجاه اهله بتعب حرب. ما في، ما تصدقوا. شوف اي زول بيدعم الحرب يقول شبوك نكاكي اخضر ولا زفت الطين ولا ده ما تك. في زول عنده احساس بالمسؤوليه بيتصرف تصرف زي ده وبيدعم اتجاه زي ده مهما كان. حميتي مجرم والبرهان مجرم، بعد ده كله ما دايرين الحل. خلونا احنا دل، احنا بنخلص الناس منه. احنا قلنا الكلام ده، شفتوا العمليه السلميه هم اقوى من البشير. البشير وصلنا حميتي، حميت البشير ده رافعين ضده السلاح 30 سنه، سقط امه، سقطوا الشباب الغبوش ديل البسطه ديل يا اخي بدون طلقه واحده. حقدنا عشان نسقط البشير بندقية؟ حميدتي ده أقوى من البشير؟ إلا نقتل عنا عشان نسقط حميدتي؟ إلا عنا يموتوا؟ إلا بلدنا تتفرتك عشان حميدتي يسقط؟ إلا بلدنا تتدمر؟ إلا تتشرذم؟ إلا تتشقق؟ إلا تدور الحرب الأهلية عشان بلدنا؟ ها؟ حميتي يسقط عشان البرهان يسقط؟ ما بيغلبونا، ما عندكم شغل. اذا انتم فعلا حريصين على الوطن، ها واذا حريصين على الوطن، اي زول حريص على الوطن، انت مشكلتك برهان، مشكلتك حميتي. خلينا بالعمليه السلميه دي احنا بنسقطه، خلي الرصاص ده يقيف، وخلي الشباب اللي اجبروا البرهان وحميتي بعد ما عملوا انقلاب انهم يرجعوا يركعوا في الواطه. الشباب الغبش ده في زول فيهم شايل بندقيه؟ شايل بندقيه. عمر البشير بعد 30 سنه بعد ما هزم كل الناس الرافعين السلاح سقطوه الشباب، شباب صدورهم عارية إلا من الإيمان بالله وبقضية الوطن. خلونا نبني وطننا، أدوا فرصة للشباب الصغار ديل يا أخي. إحنا ترانا العجايز ديل ما حنحضر شيء. أدوا فرصة يا أخي، أدوهم فرصة يا أخي. يا أخي الكيزان ده أنتوا شنو يا كيزان؟ أنتوا شنو أنتوا؟ أنتوا ما بشر، أنتوا يعني أنا ما قادر أعرف أنتوا أنانيتكم وانتهاز. يا أخي زول زيك يا علي كرتي، أنت راجل كبير عمرك 80 سنة. يا اخي ادي فرصه للشباب يعيشوا، انت دار تعيش عشان شنو؟ لازم تحكم يعني بس لازم تكونوا انتوا؟ يا اخي انتوا شنو انتوا؟ يا الهي ربنا ينتقم منكم بركه هذه العشر الاواخر، الهي ربنا ينتقم منكم يا الله يا رب العالمين يا ولي الصابرين، الهي ربنا يخلص الشعب منكم. شفتوا وربنا انتقامه ما قاعد يأجله بقى. السد العساكر اللي قتلوا الشباب العزل، شفتوا في رمضان ربنا جاب لهم الموت في نفس رمضان بعد 4 سنين بس. لانه نفس بندقيتكم انتم وصلت بعضكم وبنفس البندقيه اللي اتقتلت بيها الزول المسكين جاب لك اخوك اللي انتم الاثنين كنتم ببندقيتين مع بعض. واحد فيكم قتل عباس فرح، واحد فيكم قتل الشهيد مطر، نفس البندقيتين ده لسه بتقتلوا بعض. ما بتتعظوا يا اخي، ما بتتعلموا يا اخي ان بطش ربك لشديد. يا اخي ربنا ده ما باجل بقى، ما باجل الحساب هنا. وقتي حق المظلومين ودعوه المظلومين ما بتفوت، ما بتفوت. شوف في نفس رمضان الشهر الحرام ده اللي انتوا قتلتوا فيه الشباب الصايمين، الشباب النايمين وقاعدين عشان وطنهم وسهرانين، واحد فيهم اسبوعين ما استحمى عشان بلده،
جيتوا قتلتوهم بدم بارد، شوف هسه ربنا سلط بعضكم على بعض كيف، ما بتتعظوا؟ الكيزان بعد ده كله ما بتتعظوا، بل حصل لكم بالاذى اللي اتاذيتوه وبالذله اللي ذليتوها. وده اخر حاجه انا يمكن النقطه دي من الصباح فضل منتبه ليها، انا اتوقع انه الناس ديل سجن كوبر ده هيفكوا ناسهم ديل، انا قبل قريت ارهاصات كثيره، في الف حاجه حتتعمل، انا اتوقع انه يكون خارجهم ذاته ناس علي عثمان عمر البشير، اتوقع بنسبه كبيره شديد. اخواننا احنا عندنا حاجه الف حاجه، خلينا الحاجات المهمه زي دي، خلينا حراسه ثورتنا، ومجموعه انا والله اخواننا ما بتكلم على كذا، انا مصر بتكلم عن الناس اللي انا عارف انه هم ما كعبين، لكن دراويش والاف الناس زي ده اللي عملوا فيها سياسيين، والله لو كان سكتوا سمعتونا احنا اللي بنقوله بتسووه كان احسن لكم، لانه احنا بنعرف، بدل ما كل واحد فيكم يقول لا انا ذاتي بعرف، بدل ما يكون في اثنين ثلاثه مننا يتكلموا والباقيين يسمعوا منه لانه ده صاحب خبره، كلنا بنعرف. ده زي مثلا بدل ما تمشي لدكتور تقول ده دكتور قرا طب تتعالج عنده، تقول لا ما بوديك انا ذاتي دكتور بعالج اولادي برايا، ولا بدي اجيبك ليه بدفع لك فيزيتا ليه؟ انت طب انا ذاتي بعرف يا زلمه، شو الحمى دي ما تدوها بنادول وخلاص نجيك ليه؟ كده ده الحاصل في السودان. بوش سياسه يا زلمه ذاتي بعرف سياسه، ننضم احنا ديل بس يا اخي، طلعتوا عيننا دي طلعتوها يا اخي، حسبنا الله ونعم الوكيل. سنظل نحفر في الجدار، اما فتحنا ثله للضوء او متنا على سطح الجدار. عليك الله اوعوا يا اخوان، اوعوا بلدنا دي ممكن ننتشلها، لو بقينا حزمه واحده الحرب دي حننتصر عليها، مع انه ما في شعب قامت عنده حرب وكانوا فيه مجموعه من الدراويش اللي يقعدوا ياججوا الحرب، الا والحرب استمرت، الحرب دي حتقف في حاله واحده. تاني بكرر الكلام ده نوعه، وكلنا نقف ضد الحرب دي، نعمل راي عام، اسمعوا كلامي ده كلنا خلونا نعمل هاشتاج لا للحرب، لا للحرب، كويس، لا للحرب، خلونا ندعم الهاشتاجات دي نخليها تبقى ترند. الان احنا في عصر الميديا نبقيها قضيه راي عام، زي ما اجبرنا الغرب ده ليه احترم ديمقراطيتنا واحترم شعبنا، وليه حتى دول الاقليم اللي ما عندها ديمقراطيه وقفت معانا، وقفت وعملت اليه ثلاثيه ورباعيه ودعمت ليه، مع انهم كانوا دايرين الانقلاب، وقفوا ليه رجعوا؟ عشان احنا عندنا شعب واعي وقف في الشارع 4 سنين ظل يكون قاعد كده في الشارع. ما في زول في الدنيا دي بقدم لك شيء ساي يا اخي، ما تتخيلوا انه الغرب ده وقف معانا وداير الدوله المدنيه والدعم عشان ساي، عشان انت قوي. اس الليله دي برضو اذا وقفت ضد الحرب بشكل قوي بقى عندك جبهه مدنيه موحده قويه ضد الحرب حتقيف، غير كده ما بتقيف. ده اخر كلام ده اقوله لك، بقى عندك جبهه مدنيه واعيه موحده بترفض الحرب بتقول لا للحرب، الحرب دي بتقيف وبلدك دي بتبقى بلد وبتنتشلها وبتنتصر على الكيزان. قعدت تباري كلام الكيزان ادي الوطن ادعم يدعم الحرب الجدد حميد ده مجرم ابتلوع، حرب مدوره ما بتقيف، هم بلد فيها حرب، بلد مولعه، بلد محروقه، بلد ما في فضل فيها غير توتي بس، ما عندهم مشكله انهم يحكموها، ان شاء الله فضل فيها 200 متر دايرين يحكموها، هم دايرين سلطه، وال 200 متر دي يكونوا عندهم فيها سلطه ويبقوا مدراء بنوك ويبقوا شنو يعرسوا مسنع وثلاث وربع، اصلا الموضوع كله بس عشان يجي يعرسوا مسنع وربع وثلاث. في ختام الكلام معلش طولت عليكم، بقول لكم سنظل نحفر في الجدار تاني، اما فتحنا ثله للضوء او متنا على سطح الجدار. فتكم بعافيه، وربنا يرحم الشهداء، وربنا يخلص بلدنا باذن الله تعالى بركه العشر الاواخر دي شر، وينجيها من شر، يخلصها من 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 المجرمين الظلمه، وينجيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم.